وصلنا للعامل السادس من العوامل الخارجية اللي بتأثر على بيئة العمل بتاعتنا، ألا وهو العوامل الاقتصادية أو الـ Economics Factors. لازم ننتبه جدا في العوامل الاقتصادية، لأن دي بتديك مؤشرات لو أنت عايز تدرس هتفتح فين، في البلد دي ولا بلد بره، أو السوق ده ولا السوق ده. لازم تبقى عندك ريفيو كامل، تقرأ المشهد اقتصاديا علشان تعرف مبدئيا تخش وتصرف، تعمل دراسة جدوى ولا ما تعملش، لأن أنت شايف مؤشرات اقتصادية مش بتقولك إن الدنيا تصلح لنوع البيزنس بتاعك أو تصلح للاستثمار الآمن بالنسبة لك. إيه هي المؤشرات الاقتصادية؟ هي إحصاءات، الإحصاءات دي بتبتدي تقول لنا هل النظام الاقتصادي اللي احنا بنحاول نشوف حالته، هل هو نظام ثابت او مستقر اقتصاديا، ولا هو ضعيف او بيضعف، ولا هو قوي وبيقوى. ايه هو، هل هو في مرحلة ثبات واستقرار ويديني ambitious ويديني امل ان انا لما استثمر هناك في احتماليات جيدة ان انا اطلع بارباح كويسة واعمل قيمة مجتمعية واعمل توسع واعمل كل حاجة، ولا في المخاطر هتزيد عن المنافع فبالتالي ألجأ لأشياء اخرى. مؤشرات النمو الاقتصادي عليهم 4 حاجات: الناتج الإجمالي، وهنشوف تعريفه، الناتج الإجمالي وإجمالي الناتج المحلي، وهنشوف يعني إيه ناتج محلي ويعني إيه إجمالي الناتج المحلي، ومستوى المعيشة، وهنشوف يعني إيه مستوى المعيشة، وكمان الإنتاجية أو البرودكتيفيتي، ودي حاجة مهمة. ال4 مؤشرات دول بنبص عليهم هيقولوا لنا النمو الاقتصادي شكله ازاي. طول ما الارقام دي كويسه، طول ما الارقام دي، انت طبعا مش بتتابعها بتاعت السنه، المفروض كل دوله بوزاره الماليه فيها والحكومه بتصدر بمنتهى الشفافيه، وده ايضا معدل الشفافيه لازم اللي انت تراجعه كمعدل لجهات مستقله بتعمل رانكينج لمعدل الشفافيه او ترانسبيرنسي للدول، وايضا معدل الكوربشن او الفساد الموجود في كل الدول، كل دول العالم فيها كوربشن ولكن بنسب، فكل ما تقل النسبه يكون افضل. الحاجتين دول لازم يبقى عينك عليهم، وبعدين تبص على مؤشرات النمو الاقتصادي. لو مؤشرات النمو الاقتصادي الارقام اللي انت بتتابعها في سنه، في 2، في 3، في اخر 3 4 سنين في تزايد وبشكل جيد، دي هتديك مؤشرات جيده اللي انت تعمل فوردر ستيب، تاخد خطوه ابعد وتبتدي في دراسات الجدوى بتاعتك في هذا السوق او هذه البلد اللي انت عايز تصدر لها او عايز تفتح فيها فرع او عايز تدخل فيها او عايز تتوسع او تستثمر فيها. مؤشرات الثبات الاقتصادي بقى، مش النمو الاقتصادي، الثبات، ان في ستابيليتي، الاقتصاد ده ثابت، الاقتصاد ده مستقر. التضخم والبطاله، الانفليشن والان امبلويمنت. التضخم والبطاله لازم تشوف المعدل ده برضو في سنه وفي 2 وفي 3، تشوفه هل هو ثابت. في طبعا كل برضو الناس عندها تضخم وكل الناس عندها بطالة في كل دول العالم، ولكن انت هتشوف النسب، كل ما النسب دي تقل كل ما يكون النظام الاقتصادي ثابت، وكل ما النسب اللي بتقولك ان الاتجاه الاقتصادي في صعود، ال4 اللي احنا قلناهم قبل كده، كل ما يكون ده يديك تشجيع اكتر اللي انت تقتحم هذا السوق. نيجي نشوف برضو، نتابع المؤشرات الاقتصادية في حاجة اسمها البيزنس سايكل او دورة الاعمال. البيزنس طبعا بياخد وقت، وانت متابعته ممكن على المستوى الكبير، ولو عايز احصاءات على مستوى دولة ممكن تبتدي الدورة دي تاخد 3 سنين، لان هو مفيش حاجة على خط ثابت دائما، حتى الحياة نفسها على خط صعودا وهبوطا، فدايما دورة الاعمال دي بيكون في فلكتويشن او بيكون فيها عمليات صعود ونمو وعمليات ايضا هبوط، ولكن العبرة بان الصعود يكون فترات اكبر، الهبوط ما يكونش فيه هبوط حاد، ولو حصل حاجة تكون ملحوقة نتيجة لظرف او اخر من الظروف اللي احنا قلناها الخمسة اللي قبل كده، ولكن دي تدي لك مؤشر دورة الاعمال ماشية ازاي، ودي المفروض تبقى ملحقة ايضا تستقرئها من اللي بتصدره الحكومات والدول عن وضعها الاقتصادي، وتشوف ده تقارنه بمستوى الشفافية، تقارنه بمستوى الكوربشن عشان تعرف مصداقية هذه التقارير. وفي بعض الجهات المستقلة زي البنك الدولي، زي منظمة اليونيسيف، في بعض الأحيان تدي بعض المؤشرات عن بعض الدول اللي بيبقى فيها مشاريع مشتركة، وتبتدي تدي ريبورتس عن ده، تبتدي اللي انت تتابعها وتقارنها بالدول
الاوتبوتس او بما تنشره الدوله ما عن مؤشراتها الاقتصاديه، وتبتدي تشوف امكانيه اللي انت تعمل بيزنس في هذه الدوله ايه. نيجي يعني ايه ناتج اجمالي؟ مش احنا قلنا من المؤشرات اللي تديني انديكيشن او تديني محدد ان في عمليه نمو اقتصادي في الحته دي حاجه اسمها الناتج الاجمالي. الناتج الاجمالي هو كل البضائع او الخدمات اللي تم انتاجها بواسطه نظام اقتصادي في فتره معينه من الوقت، ولتكن سنه او فتره ثابته من الزمن، هو ده الناتج الاجمالي. مستوى المعيشه برضو اللي احنا قلنا هو محدد مهم من المحددات النمو الاقتصادي، هو مجموع كميه، خلي بالك بقى مش كميه بس، وجوده البضائع والخدمات اللي انتجت بواسطه نظام في وقت محدد او في وقت ما، اللي يقدر يشتريها المستخدم بالعمله المحليه. يعني بالبلدي نقول مستوى المعيشه، انت مثلا بتقبض كام؟ بتقبض 5000 ريال، 5000 درهم، 5000 جنيه، 5000 ليره، او وات ايفر اللي انت بتقبض بيه، هتقدر تشتري بايه؟ هتقدر تشتري سله البضاعه اللي تقدر تشتريها، 1 2 3 4 5، لو هي في الليفل، في ليفلز بقى بيحطوها، لو قدرت تجيب كذا كذا يبقى انت حد بتسمع بقى حد الفقر، وتحت حد الفقر، وفوق حد الفقر، ومستوى متوسط ومستوى جيد ومستوى ممتاز، ويبتدوا يعملوا التصنيفات دي. فهتشوف انت كمستهلك تقدر تشتري قد ايه من المعروض من خدمات وبضائع في نظام اقتصادي بشكل شهري متكرر، وبتعمل الكلام ده عملية جمع وتحليل، وبذلك نقدر نعرف مستوى المعيشة. بنيجي بقى نشوف يعني ايه اجمالي الناتج المحلي، اجمالي الناتج المحلي او الجي دي بي. الجي دي بي من المصطلحات اللي عايز حضراتكم تبقوا عندكم فاميليار بالمصطلح الانجليزي وبالمصطلح العربي، اجمالي الناتج المحلي او الجروس دوميستيك برودكت. هو ببساطه رقم اجمالي عن كل البضائع او الخدمات اللي انتجت بواسطه نظام اقتصادي في فتره معينه من الزمن باستخدام عناصر انتاج محليه، دوميستيك، ها، عناصر انتاج محليه. يعني ايه محليه؟ يعني مصنع موجود هنا استخدم معظم انتاجه، مستخدمه الرو ماتيريالز بتاعته لنسب معينه، النسب العظمى مستخدمها من مصر، فالناتج النهائي اللي طالع منه انتجه في مصر كله، او في اكس او في سين او في صاد او في عين، اللي هو موجود في النظام الاقتصادي ده. مش مصنع مثلا مصري بس بينتج في تايوان، او مصنع امريكي بس بينتج في الصين، ده ما يقدرش يخش في رقم، خلي بالك، اجمالي الناتج الايه؟ المحلي. طب ده يخش في انهي رقم؟ ده يخش في رقم تاني اسمه اجمالي الناتج القومي. هنا بقى الدوميستيك بقى ناشونال، بقى ناشونال جروس انترناشونال برودكت. هنا تقدر تجيب مجموع البضائع او الخدمات اللي انتجت بواسطه نظام اقتصادي، بس مش شرط يكون جوه النظام الاقتصادي، مش شرط يكون بالعناصر المحليه، ده ممكن يكون بره. يعني ايه بره؟ زي المملكه العربيه السعوديه عندها تجربه جميله جدا ورائعه، ان هي بتزرع اراضي في السودان. السودان الشقيق عنده اراضي خصبه تكفي فعليا، ليس مبالغه، انها تطعم الوطن العربي بالكامل وتفيض وتزيد. مجموعه اراضي غير طبيعيه، اللهم بارك، حاجه جميله. المملكه العربيه السعوديه بدات تعمل استثمارات، وافتكر دوله الامارات العربيه المتحده ايضا بدات تتجه، افتكر هذا الاتجاه، ان هم بيزرعوا، السعوديه كانت رائده الحقيقه في حاجه زي كده، بتزرع اراضي شاسعه في السودان. طيب لما المملكه تجيب بقى نتيجه الزراعه دي، تبيع المحاصيل دي او تعيد تصديرها او 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 او، طب دي تدخل في اجمالي الناتج المحلي؟ لا، ده تعمل كده فولز، او تعمل دايليوشن، او تعمل حيد عن الرقم ده، ولكن تدخل في اجمالي الناتج القومي. وده كلام مهم للاقتصاديين، لما تبقى عارف ان في رقم بيتكلم عن اجمالي الناتج المحلي لا تنخدع، وتعمل له مقارنه باجمالي الناتج القومي، لان تلاقي الفرق بين الرقمين. وطبعا لازم اجمالي الناتج القومي، او في الغالب اجمالي الناتج القومي، يكون اكتر، اللي انت اضفت له حاجات انتجت بره، انت اللي مولها، ولكن بعناصر انتاج ليست موجوده في النظام
الاقتصادي المحلي بتاعك، فتبقى عارف الفرق بين الاثنين كويس ودلالات كل حاجة من الاثنين. آخر حاجتين هناخدهم في المؤشرات الاقتصادية، معدل النمو الحقيقي، ده مهم جدا مهم جدا. بعد ما احنا خدنا اللي فات، مهم ان انت تبص على الترم ده اللي هو اسمه Real Growth Rate، معدل النمو الحقيقي. انت هتاخد نمو، معدل نمو اجمالي الناتج المحلي، بس هتعمله ضبط بعنصرين، هتعمله ضبط بحاجتين، هتاخد في الاعتبار التضخم، وهتاخد في الاعتبار ايضا تغير قيمة العملات. يعني لازم تعمله جاست جاستمنت، او تعمل له ضبط على الانفليشن اللي احنا قلنا التضخم، تشوف معدل التضخم كام وتقارن ده باجمالي الناتج المحلي بالنسبه للتضخم ايه، وبالنسبه لتغير العملات صعودا وهبوطا ايه قيمه العمله نفسها. وممكن تثبت حاجه زي الدولار مثلا بما انه من اثبت العملات اللي موجوده، او اليورو، وتشوف قيمه العمله بالنسبه لها، او تاخد ريتشيو بين الاثنين. الماليين يفهموا الحته دي كويس، بين العمله المحليه بتاعتك وتشوف هي اتحركت فلكتويشن كده صعودا وهبوطا ازاي، وتعمل معادله ماليه معينه تقول لك ان العمله بتاعتك درجه ثباتها قد ايه. تاخد هذا المعامل وتاخد ايضا معامل التضخم، وتعمل اعاده ضبط الاجمالي الناتج المحلي علشان تشوف النمو الحقيقي اللي حصل، الريل جروث ريت، كان شكله عامل ازاي. نيجي لحاجه تانية اسمها الريل جي دي بي، او معدل اجمالي الناتج المحلي. معدل اجمالي الناتج المحلي، معدل اجمالي الناتج المحلي ده اجمالي الناتج المحلي، برضو هتاخد في الاعتبار عنصرين، ولكن العنصرين دول هيكونوا التغير في قيمة العملة زي اللي احنا قلناه في معدل النمو الحقيقي، وايضا التغيرات في الاسعار. التغيرات في الاسعار لازم تتحط برضو، يتحط لها فراكشن او يتحط لها معامل عشان تبتدي تفهم منه هل حصل معدل اجمالي الناتج المحلي، هل هو كان في ازدياد، هل هو زاد بس الاسعار تضاعفت اكتر من الضعف، فبالتالي ما يبقاش يديك انديكيشن صحيح، علشان ما يبقاش فيه، ممكن في بعض الدول، ويمكن ده كان زمان لما كان في بوليتيكال انريست، فتبتدي تقول والله احنا دول مستقره والى ما ذلك، وادي الارقام بتاعتنا، ما انت مش هتقدر توريني اجمالي الناتج المحلي واجمالي الناتج القومي من غير ما توريني الانفليشن ريتس، معدلات التضخم الحقيقيه اللي عندك قد ايه، معدلات الان امبلويمنت او البطاله اللي عندك قد ايه، مستوى المعيشه اللي عندك قد ايه، علشان اقدر اعمل ادجستمنت لهذا النمو. هل نسبه النمو دي فعلا زي ما انت بتقول لي نمو كذا في الميه ونسبه عاليه جدا، ولا نبتدي نعمل لها ادجستمنت او ري ادجستمنت حسب الفراكشنز دي، فيبقى النسب الحقيقيه من انتاجك المحلي ومعدل نمو انتاجك المحلي هو كذا وكذا، فتدينا انديكيشن صح على الاستابيليتي بتاعت استقرار او النظام الاقتصادي ده، ونقدر نستثمر فيه على المستوى الكبير ازاي، ولا المتوسط ولا الصغير اللي ممكن ما يتاثرش بدي لو احنا شايفين سكوب معين، ونحط ريسك فاكتور او عامل مخاطره معين، ونقدر نخش في الاستثمار حتى في ظل وجود بوليتيكال ان ريستس في بعض الاماكن، في بتبقى بعض الفرص للبزنس بشكل حذر، ويكون عامل الخطط بتاعته يقدر يخش بعض الاماكن ويربح كمان، من يستغل الفرصة دي بشكل ما، ويقدر يعمل لها خطة عمل مناسبة ويربح أيضا منها ربح جيد.